على شنو تخدم انت وشنو كنت تعمل في حياتك؟ باهي انا مع عندي زوج صغار، كنت قاعده في الدار، ما جاتش فرصه باش نعمل حاجه على خاطر ما عنديش كازين لا معامل ولا مواطن شغل. كنت قاعده في الدار، جاتنا البارحه نتاع جوين خاص باش يعملوا لنا فورماسيون ونولوا نعملوا بروجي باش نعملوا حاجات ويعاونونا باش يبداوهم. وجاتنا بروف عندنا ديكور في الماركتينغ كيفاش نجموا ننجحوا المشروع، كيفاش شنو الماتيريال شنو يتوفر فيها باش تخدم باش تتباع، شنو الحاجات اللي لازمنا نخدموا عليهم. تعلمنا منهم برشا وبدينا نخدموا، عملنا السيكان بالفيشة خيطناهم، عملنا فيه موتيف نتاع الطريزة. بعد جينا للمركوب، فما موديلات مودير مش المركوب اللي نسيتي نزيد صون بيت صغار موتيف مودير. جبت لنا مدام نجمة الموتيف واحنا قاعدين نتبعوا فيه، فما اللي مركوب بالصوف العادي، فما اللي كيما هذيك هذيك ما بين المرقوم مع غرزة الزربية. دونك المرقوم بغرزة الزربية ما كنتش تعرف؟ لا ما كنتش نعرف. حاجة جديدة يعني تعلمتها والديزاين جديد؟ والديزاين عجبكمش؟ جديد عجبنا ومودرن وماذا بينا احنا. وزيد اي ما اي كان باش يخدم حاجة ولا باش يقد برودوي ينزل يشوف شنو الحاجات اللي خارجة باش كي يخدم حاجة تخرج له وتتباع، وهذو هما برمي الحاجات اللي شفناهم في الماركتينغ مع مدام سامي. انتم قداش من قداش من مراه لهنا في الاتيليه؟ والله احنا ما بين المرقوم والخياطه فرست قرابه 15، وفما خضرين في المواد الكوزميتيك. زيدوش تشجعوا بعضكم شويه باش تزيدوا الجروب، تكبروا في الجروب وتزيدوا والله شويه. والله احنا قاعدين متعاونين، وابار قلت لك كوننا باش نتعلموا حاجه وكوننا باش نعملوا داخل قاره نعاونوا فيها واحنا ونعاونوا عائلاتنا والكل. لقينا وسط فين نتلموا، فما الفديكة وفما جو، خرجنا ماك الستريس وماك الحاصر بتاع الدار والكل، البيت ربط باهية برشا، ناقصنا شوية تشجيع ونوصلوا ننتجوا ونبيعوا. وتبيعوا هاي. البيوع هو اللي بيه الفايدة باش يدخل لكم فلوس. باش يدخل لنا فلوس باش ما نقلقوش وما نفدوش، ونشدوا سعيد في خدمتنا باش نوصلوا. باش نكبروا الأكل. أنا مستعدة باش نكبر بالسوق في داري. مستعدة باش نجي لهنا كل يوم. وباش نخدم ونتعلم حاجات جديدة وننتج. المهم ما نحبش أنا الأتوبيا هذا يفي على بعد عام ولا بعد اثنين، ماذا بيا يكبر وفي عود ماكينتين ولا عندنا 10 ماكينات، وفي عود ثلاثة زداد يوليو عندنا 10 ويدخلوا ناس آخرين ولو احنا نعلموهم ونعملوا حاجة في بازينا. يعطيك الصحة يا مدام، وإن شاء الله يكبر الحلم هذا ويكبر المشروع هذا بالإثارة نتاعكم بالخدمة نتاعكم. شكرا كبير للفاس الجمعية اللي جاتنا وسألوا علينا وعرفوا اللي فما نساء في بازينا ما يخدموش ما عندهمش حاجة يعملوها. نشكرهم برشا، هذه بادرة طيبة ونتمنى اللي ينتجوا على منوالهم برشا جمعيات ومام حتى بدولة تكفتنا على خاطر احنا النساء ريفيات. اما رانا توانسة، رانا في بلاد هادي وماذا بينا نتطوروا ونواكبوا العصر ونحسنوا من مستوانا الاجتماعي بذراعنا. أكيد. يعطيك الصحة.